وكسرت سما المصري الجرة خلف السفيرة الأمريكية آن باترسون التي غادرت القاهرة بعد انتهاء ولايتها. بجلابيتها البيضاء وطباليها وزغرودتها وقفت الراقصة المصرية أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة لتودع باترسون على طريقتها. مشكلة سما المصري مع الإدارة الأمريكية ليست جديدة، بل بدأت منذ رفض الرئيس باراك أوباما وإدارته عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، فكانت له سما بالمرصاد بأغنيتها الشهيرة يا أوباما أبوك وأمك. يا أوباما أبوك وأمك وكل الناس التانيين اتلم يقعد للمك جيشنا جامد ومتين. يا أوباما يا أوباما يا أوباما يا راعي الإرهاب وخاين زي الإخوان. وطبعا كان لباترسون حصتها من الأغنية. اتلم يا مهرة يا باترسون يا عجوزة يا شمقة. الأغنية أوصلت سما وهزت خصرها إلى الصحافة الإسرائيلية التي تناقلت صورها إلى جانب المواقع الأمريكية التي تحدثت عن الراقصة المصرية التي سخرت من أوباما وإدارته. سما المصري تتحدى الملل وتتحدى معه أوباما والإخوان وآن باترسون. ألم تصبح فجأة بين ليلة وضحاها راقصة الثورة